حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة. برأيك ما هي أبرز مقومات نجاح خطة التعافي الاقتصادي وكذلك أيضا رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تحققت بالفعل لله الحمد في عدد من القطاعات أو كافة القطاعات دون استثناء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة مقومات نجاح خطة التعافي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 اعتمدت على كثير من العوامل اللي هو أهمها طبعا متابعة القيادة الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لإنجاز هذه الأهداف، إضافة إلى الجهود الكبيرة اللي بذلتها الحكومة برئاسة سمو ولي عهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، واللي قاد عمل السلطة التنفيذية بحنكة واقتدار لتتجاوز أكبر التحديات التي شهدها الاقتصاد على مستوى العالم. وبلا شك أن من العوامل اللي طبعا أسهمت في تحقيق هذا النجاح هو تميز هذه الخطط والبرامج وأيضا سرعة الإنجاز، وأيضا لا ننسى الالتزام الذي تصف به الجميع لتحقيق هذا النجاح، إلى جانب تعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا فيما يتعلق بتحديث منظومة القوانين والتشريعات، إلى أيضا جانب تعزيز إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وعملية تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأيضا إلى جانب المرونة والقدرة لهذه الرؤية على أن تتكيف مع المستجدات اللي حصلت، ومن بينها كمثال جائحة كورونا، وأيضا قدرة المملكة لتحويل هذه التحديات إلى حزم اقتصادية وفرص جديدة استفرت منها جميع قطاعات في المملكة. نعم، أيضا أستاذ الكريم، ما هي قراءتك للمؤشرات الاقتصادية التي تم إعلان عنها في اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية والذي عقد مؤخرا برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومدى تأثيرها على الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين؟ هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية اللي تم الإعلان عنها يتبين بكل تأكيد نجاح المملكة في تحقيق أهدافها للتعافي الاقتصادي وتحقيق أيضا رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأنا يعني شخصيا أرى في هذه المؤشرات أنها يعني ستمثل حجر الأساس لبناء رؤية مستقبلية جديدة وقادرة على التكيف مع المستجدات، خاصة في ظل ما احنا اليوم تم اكتسابه من خبرات عملية ميدانية لكافة الجهات والأجهزة الحكومية وأيضا الخاصة، وأيضا في ظل طبعا النتائج الإيجابية اللي هي شملت نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة وما حققتها القطاعات الخدمية في البحرين من تقدم على يعني صعيد التنمية الشاملة، أيضا زيادة نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، كل هذا هو سيصب طبعا دائما في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية مهمة للاستثمار، ويخلق أيضا مبادرات جديدة لتنويع مصادر الدخل يشارك إن شاء الله في صنعها دائما أبناء البحرين. نعم، سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.